السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة، اموركم كاملة يا ربي تكون مزيانة. ومرحبا بكم في قناة سميرة فاميلي. اليوم ان شاء الله فيديو مختلف، فيديو جديد، نتمناه ينال الاعجاب ديالكم. غنقدم معكم بيتزا رولي كتجي اكثر من رائعة، بعجينة اللي هشة خفيفة وقطنية، عجينة اللي مختلفة تماما اللي موفرين كنحضروا في المنازل ديالنا، وحتى الشكل مختلف. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش من اللايك، ما تنسوش تبارطاجوا القناة ديالي مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم، وفرجة ممتعة. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي 500 غرام ديال دقيق الفورص، كاس كبير ديال الحليب دافي، معلقة كبيرة ديال الخميرة معجونة أو الخميرة فورية، شوية ديال السكر سنيدة ولا قطع ديال السكر، الملحة، شوية ديال الزعتر، وكاس كبير ديال الماء دافي حتى هو، زيت الزيتون. ندعو على بركة الله في العجين. ناخدو الخميرة نضيفوها على السكر باش تتفاعل معانا، نزيد لها شوية ديال الحليب، ناخدو الزعتر ونحكوه فوق من الطحين، ناخدو شوية ديال الملحة، جاتك معلقة صغيرة بحال هكداك، بسم الله. نضيفو الكاس ديال الحليب ونبداو نعجنو. نزيدو 3 معلقات ديال زيت الزيتون، بحال هكذا، نبداو نجمعو فيها، ما دلكوها ما حتى شي حاجة، يعني غير جمعوها غير بالأطراف ديال الأصابع. هاهي الخميرة ديالي بدات كتفاعل، بدات كتشكل بحال الفقاعات. صافي، نحرك غير واحد شي شويه ونزيدها على الدقيق. بالنسبه للسكر سنيده ولا قطع ديال السكر، اللي ما بغاش يضيفهم ما يضيفهمش، هي غير باش كتساعدنا العجينه باش كانها دغيا كتخمر لنا. بالنسبه للماء نبدا نضيفو شويه بشويه، وحنا كنجمعوها ما نجيوش نضيفو الكاس كامل، نشوفو الاحتياج ديال الطحين شحال خاصو على هاد الشكل. نزيد شويه مازال، وها هي العجينه ديالي بعد ما جمعتها كتجي على هاد الشكل. دابا ان شاء الله يا اما غنديرها بلاستيك غذائي ونزمتها مزيان نسد عليها تترتاح مزيان ويضعف الحجم ديالها، واما نخليها غير في هاد الزلافه هذه ونغطي عليها. ونتلاقاو ان شاء الله مع مقادير الحشو. بالنسبه للمقادير ديال الحشو، عندي جوج مطيشات، جوج فلفلات خضر، وواحد بصله كبيره بحال هكذا. نتا على بركه الله نقطعوهم. نبداو بالبصلة هي الأولى، بسم الله، نحاولو نقطعوها رقيقة على هاد الشكل. غادي ناخدو مقلة نديرو فيها شوية ديال زيت المائدة، سخن شويه
نديرو فيها البصله، ونخليوها تشحر مزيان حتى تكراميليزا مع التحريك المستمر. بعد ما طابت ليا البصله شوفوا كي ولات كلها تحمرات. دابا ان شاء الله غادي نضيف عليها الفلفله مقطعه رقيقه بزاف، ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم. الفلفله خاصها هي طيب مزيان تشحر مزيان مزيان مع البصله. بعد ما تشحرت ليا البصله والفلفله مزيان شوفوا كيف تبدل لهم اللون ديالهم. صافي خديت ريح طريف ديال الدجاج من الصدر وزدتو معاهم حتى هو، نشحرهم مزيان. ثم عارفين الصدر بانه دغيا دغيا كيطيب ما كيتعطلش بزاف. صافي نزيد عليه غير واحد جوج دقايق، ونزيد عليهم مطيشه اللي قطعتها على هذا الشكل هذا كيما قلت لكم. نزيد نشحر واحد شي شويه دابا ان شاء الله الطماطيش خلاص، ونخليهم حتى يتعلكوا مزيان. بالنسبه للعطريه غادي ندير شويه ديال الابزار، الملحه تنقرب نطفي عليها، عاد نزيد نحك عليها شويه ديال الزعتر، وتكون الحشوه ديالي ان شاء الله موجوده. ها هي لاصوص ديالنا والعمارة ديالنا موجوده، نخليوها تبرد باش ان شاء الله نبداو نطلقوا العجينه. ورجعت لكم من جديد، هذه هي العجين ديالي من بعد ما خمرات تبارك الله طريه. دابا ان شاء الله غادي نرشها بالطحين ونبدا نطلقها. دابا من بعد ما طلقت العجين ديالي بالدلاك على هذا الشكل هذا مزيان، دابا غادي ناخذ الحشوه ونبدا ندهن بها العجين بحال هكذا. نحاولوا نديروا يعني طبقه متساويه بحال هكذا، يعني كاع الجوانب ديالها كلها نحاولوا نعمروها مزيان، ماشي جهه خاويه وجهه عامره، خص تجي كلها بحال 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 هكذا. نزيد شويه هنا بهذا الشكل صافي. دابا ان شاء الله غادي ناخذ الفرماج ديال الساندويتش ونديرو فيها من فوق الحشوه. الفرماج نلوحو عشوائيا وصافي، يعني غنقطعو ونحطو حتى هو كيزيد على هذيك التعليكه بحال هكذا هكذا. نبدأ قطعة أخرى، غير جربوها راه كتجي غزالة لا في المنظر ولا في المذاق، وكتجي بيتزا مختلفة بحال هكذا. هنا هنا صافي. دابا إن شاء الله غندرو ليها على هاد الشكل، وحنا كنسدو ما تزيروهاش بزاف، روليها روليوها غير هي تروليه خفيفه بحال هكذا. وحنا كندوروها
نحاولوا نجيبوا الحبل ديالنا يعني كله متساوي. وها هو، ونحاولوا نسدوه في الاخر ديال الطرف ديالو، في الاخر ديال الطرف ديال الحبل نحاولوا نسدوه. صافي، وها هي موجوده كما قلت لكم، راه سهل منها ما كان. حطوها بحال هكذا، نحاولوا نقادوها، نقادو الوجه ديالها. دابا ان شاء الله جبت خيط ديال الخياطه وغنبدا ندوزو تحت من الحربل ديالنا على هذا الشكل. ماشي ما تقطعوهاش خليطه بزاف، ما تقطعوهاش دقيقه بزاف، يعني عندكم ميزانكم. ونقطع هانتوما، شوفوا كيفاش كتجي. نحط هنا حكايه بدل ما نكمل، نعاود نقطع واحده اخرى بحال هكذا. شوفوا تبارك الله كتجي رائعه في المنظر ديالها كما قلت لكم. بالنسبه للاطا، انا دهنت اللاطا ديالي على هذا الشكل، وغنبدا نستفهم كاع اللي صوبتها، غنستفها ونطرقهم واحد شويه ولا نقرصهم واحد شويه. صافي نخليهم يضاعف الحجم ديالهم مره اخرى، غير يخمر غير واحد شويه، ونبدا نطيب فيهم ان شاء الله. نكمل معكم انا بقيه العجين على هذا الشكل بحال هكذا. كتجي مختلفة تماما بحال هكذا. وهذا هو الشكل ديال البيتزا ديالنا من بعد ما كملتهم. دابا ان شاء الله غنبدا نكرسهم غير بشويه بشويه، ما تضغطوش عليهم بزاف، غير بشويه عليهم بحال هكذا. اصلا العجينه كتكون عاطياكم الطعم. اللي بغى دهنهم من الفوق دهنهم، اللي ما بغاش خليهم غير بحال هكذا، راه كيجيو محمرين غزالين بهذا الشكل. اي هما ما تزاحموهمش، راه باقيين غيتنفخوا في الفران. انا مازال غادي نقص الله تبارك الله، عندي عمرات. وهادو هما البيتزات ديالنا، دابا ان شاء الله غادي نشعل عليهم الفران ونديرهم يطيبوا، نتلقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. ورجعت لكم من جديد يا احلى غزالات في الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. كتجي غزاله، كتجي هشيشه فتيه، والاهم انها كتخرج لنا واحد الكميه اللي كبيره بزاف. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي محمره من 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 الجهتين. نتمنى انكم تجربوها، والعجين ديالها كتجي هشيشه بزاف بزاف وخفيفه، كتجي مختلفه في المذاق وفي الشكل. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. نقدروا نقدموها كوجبه ديال الكوتي او لا كوجبه عشاء. تبارك الله راه فيها كل شيء، يعني فيها الخضار، فيها الدجاج، يعني اللحوم، كتجي اكثر من رائعه. وكنبدلوا بها شويه الشكل ديال المنظر ديال البيتزا اللي مولفين كنسركوا في البيت ديالنا. هذه في الشكل ديالها مختلف، وحتى في المذاق ديالها مختلف. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي دايره. تقدروا كما قلت لكم تقدروا تدهنوها بالبيض، وتقدروا تدهنوها غير بالحليب، اولا ما تدهنوهاش كاع كيف ما انا دابا اليوم. انا ما دهنتهاش، خليتها غير هكذاك. تبارك الله جات محمره رائعه. ما تنسونيش من لي لايك والبارطاج، وخليوا لي كومونتير باش تشجعوني. شكرا لكم بزاف بزاف، نتمنى انكم تجربوها. نقطع معكم وحيده باش تشوفوها كيفاش كتجي دايره من الداخل. شوفوا تبارك الله العجين كما قلت لكم راه كتجي هشيشه وفتيه بزاف. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي من الداخل، كتجي غزاله. نتمنى انكم تجربوها. الى اللقاء في فيديو قادم وشهيوه قادمه ان شاء الله.